النهارده عشاق الكره المصريه في انتظار مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هتتلعب الساعه 9 بالليل واللي بتعتبر مباراه حسم صداره الدوري المصري. هنعرف تفاصيل اكتر عن المباراه من ضيفنا عبر الهاتف الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير عليك يا بسام، صباح الخير يا محمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. طبعا مباراة مؤجلة ما بين بيراميدز والأهلي، البيراميدز فارق عن الأهلي بأربع ماتشات، شايف المباراة هتبقى عاملة إزاي ما بين بيراميدز والأهلي؟ طبعا مباراة قمة زي ما أنتوا استعرضتوا في حديثكم، مباراة الصدارة أو تعزيز الصدارة. يمكن الناس شوية تقول ده في فارق نقطي بين بيراميدز المتصدر والأهلي 11 نقطة، ولكن ده طبعا نظريا أو كلام على الورق بس، لأن زي ما حضرتك استعرضتي وقلتي أربع مباريات فارق بين الاهلي وبين بيراميدز، 27 مباراه لعبها بيراميدز. فده السبب ان الاهلي رقم 2 وبيراميدز دلوقتي 1 بالظبط، وفي فارق نقط مثلا، ولكن هو على الحسابات العمليه او حسابات اللي الناس منتظراها ممكن يكون الفارق نقطه واحده بس بين الاهلي وبيراميدز، ده في حاله فوز الاهلي بالاربع مباريات الفارقه بينه وبين بيراميدز في الوقت الحالي. ولكن هي مباراه ذات طابع خاص، لان احنا دلوقتي بنتكلم على فريق واضح جدا ان هو متمسك بحلم الفوز باول بطوله في تاريخه واول بطوله دوري في تاريخه، فريق بيحقق الفوز المتتالي 14 مره ورا بعض، ودي ما حصلتش ما عملهاش غير النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا على مدار تاريخ الكره المصريه متمرس في البطولات وتحديدا في بطولات النفس الطويل اللي احنا بنسميها بطوله الدوري المصري. فكره ان بيراميدز يحقق 14 فوز متتالي نسبه كبيره جدا ونسبه تؤكد ان الفريق حاطط عينه بشكل قوي جدا على البطوله السنه دي. فكره انه اقوى دفاع في بطوله الدوري المصري دي نقطه برضو ليها حسابات وليها ارقام وليها مدلول، ان فريق ما بيستقبلش اهداف بسهوله، فريق عامل عنده منظومه اعتقد كمان مع المدير الفني الكرواتي الفريق بيراميدز في الفتره الاخيره تطور بشكل كبير على مستوى الاداء، كمان اداء ونتائج فريق بيراميدز في الفتره الاخيره مباراه قويه جدا طبعًا. جدا كانها مباراه قمه يا استاذ عبد الحميد، زي ما حضرتك قلت 14 فوز متتالي واداء فريق بيراميدز يعني فعلا يعني لفت الانظار اليه بشكل كبير جدا مع بدايه الدوري المصري السنه دي. الطريقه اللي هيلعب بيها النهارده كولر عشان يفوز بالمباراه، احنا فرق 11 نقطه في اربع مباريات يعني سابق بيراميدز بيها الاهلي، ممكن ده يعوض فرق النقاط لما الاهلي يلعبهم، لكن من وجهه نظرك التشكيله اللي هيلعب بيها كولر النهارده امام بيراميدز. خلينا نتفق ان الاول الاهلي ما عندوش غيابات مؤثره قوي، اللهم الا الغياب الوحيد او اللي ظهر في الساعات الاخيره باصابه عمرو السوليه وخروجه من حسابات مارسيل كولر في المباراه، وبالمناسبه السوليه في الفتره الاخيره كان احد الاوراق الرابحه للنادي الاهلي اللي بينزل وبيحاول يظهر بشكل جيد او بيلعب اساسي وبيظهر ايضا بشكل جيد مع مارسيل كولر. التشكيل اعتقد مش هيكون فيه خلافات كتيره جدا غير في مركز يعني الظهير الايمن، لو افترضنا ان مارسيل كولر عايز يعمل تركه فنيه اكيد الشناوي هيكون موجود في حراسه المرمى، قلبي الدفاع هيكون عبد المنعم وربيع بنسبه كبيره، كريم فؤاد هو اللي هيكون الظهير الايسر، وبنتكلم بقى في الظهير الايمن يا ترى هيلعب بمحمد هاني وهو لديه من الخبرات الكثير ولا هيلعب بعمر كمال علشان يبقى عنده النزعه الهجوميه على المنطقه الهجوميه في بيراميدز. قلبي الدفاع اعتقد ايضا في مروان عطيه اساسي هيكون موجود بشكل اساسي، والاقرب اكرم توفيق لان هو عايز يعمل عمق دفاعي بنسبه كبيره في المباراه، قدامهم هيكون امام عاشور، وفي جناحي الملعب حسين الشحات وطاهر طاهر، وفي الهجوم الورقه التي وجدها جمهور النادي الاهلي ومارسيل كولر والفكره حل لراس الحرب بقى اللي كان ازمه مزمنه للاهلي الفتره الاخيره وهو الفلسطيني وسام ابو علي، وبحيي اداؤه الفتره الاخيره بصراحه ظاهر بشكل اكثر من رائع مع النادي الاهلي. طيب احنا بنتكلم ان النادي الاهلي اقوى هجوم، احنا بنتكلم عن 54 هدف مظبوط، وخليني اقول ان كمان ده مع فارق الماتشات، احنا في اربع ماتشات الاهلي لسه ما لعبهمش، وبيراميدز اقوى دفاع دخل في مرماهم بس 17 هدف. النهارده مباراه يعني احنا هنتكلم عن مباراه خطيره، يعني احنا بنتكلم عن تكتيكيا الموضوع هيبقى مختلف، شايف ده ازاي؟ شايف ممكن ايه اللي يحصل مع اقوى دفاع واقوى هجوم فريقين كبار؟ احييكي جدا على الفكره او الربط دوت، مباراه تكتيكيه من الطراز الفريد بين اثنين مدربين، وزي ما انت حضرتك قلتي يا ترى المنظومه الدفاعيه لبيراميدز هتقدر النهارده مع مواجهه النادي الاهلي. خلينا نتفق ان بيراميدز في المواجهات الكلاسيكيه زي ما بيقولوا بقى او المواجهات الصعبه
لسه ما قابلش، ما قابلش الاهلي لا في الذهاب ولا في العوده، ولسه ما قابلش الزمالك الماتش الثاني، فعنده لسه ماتشات قويه. ورغم كده ايضا الاهلي عنده مباريات قويه جايه مؤجله ليه في الفتره اللي جايه، فاول تحدي بقى ويا ترى هينجح فيه بيراميدز وان هو يتخطاه. اعتقد ان حسابات فريق بيراميدز النهارده انه لو ما فازش ما يخسرش، لان هو عارف كويس قوي ان ضغط المباريات الفتره اللي جايه اكتر هيكون على النادي الاهلي، وبحسبه الايام وبحسبه ضغط الايام والاهلي بيلعب كل 3 ايام هتبقى مضغوطه جدا، ومفيش رفاهيه الاستشفاء حتى عند النادي الاهلي، على عكس بيراميدز اللي عنده متسع من الوقت شويه ان هو يقدر يجهز نفسه حتى للمباراه الثانيه، اللي احنا مش عايزين نسبق الاحداث شويه، بس حتى المباراه الثانيه اللي هتكون يوم 22 يوليو بيراميدز ما عندوش غير ماتش واحد بس في كاس مصر، وماتش سهل نسبيا مع فريق النصر، اما النادي الاهلي عنده مواجهه مودرن سبورت وهي مواجهه قويه، وايضا عنده مواجهه اخرى في كاس مصر امام الالومنيوم. اعتقد ضغط المباريات ده بيراميدز حاسب الحسابات في قصه المنافسه على بطوله الدوري، ان الاهلي وارد جدا يفقد نقاط صحيح. الفتره اللي جايه بسبب وهو طبعا بيراميدز عينه على انه يحصل على اول مره لقب يعني بطوله الدوري. الماتش اللي جاي للاهلي هيكون مع مودرن فيوتشرز، وبعد كده هيلعب تاني مع بيراميدز، يعني خلال نتكلم في اسبوع او 10 ايام الذهاب والعوده مره تانيه مع بيراميدز. ده معناه ايه؟ وده شايف يعني يزيد اكتر من المنافسه وسخونه اللعب ما بين اهلي والبيراميدز؟ اكيد اكيد. وعلى فكره كل مدير فني هيكون باصص للمباراه بتاعت النهارده ان شاء الله بالليل، وايضا لمباراه يوم 22 يوليو. يعني النهارده سواء مدرب بيراميدز سواء مدرب الاهلي باصين كويس جدا على ان هم زي ما قلت لك هدفي الاساسي ان انا اكسب، ولو ما كسبتش ما اخسرش، وده السياسه اللي هتكون بيقود فيها كل مدير فني. وكمان انا اكون باصص على المباراه اللي جايه بعد كده يوم 22، هتكون هي الماتشين دول بيرسموا بشكل كبير جدا طريق الصداره او شكل الصداره في بطوله الدوري المصري هذا الموسم. اعتقد ان احنا هنتفرج على مباراه ممتعه جدا جدا، مباراه كبيرين النهارده بين الاهلي وبيراميدز، مباراه على من يعني يحكم قبضته على الصداره لو بيراميدز قدر يحقق نتيجه ايجابيه، ولا الاهلي يؤكد ان عودته للمنافسه المحليه من جديد هي عوده البطل التاريخي للبطوله بطوله الدوري، وان هو هيقدر يعود بقوه وبنفوذه على صدارة الدوري من جديد. مين الأوراق الرابحة اللي حضرتك شايفها في بيراميدز؟ لا كتير، هنتكلم على سكواد بيراميدز، سكواد رائع برضو. أيضا من الغيابات المؤثرة إبراهيم عادل ووجوده وهو أحد كباتن المنتخب الأولمبي، بالتأكيد بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بعد وصولهم لفرنسا. ولكن لا، بيراميدز عنده أسماء كتيرة جدا، عنده مصطفى فتحي كجناح هجومي أكثر من رائع، عنده محمد الشيبي واحد من أكثر أو مش من أكثر، هو أكثر بالفعل اللاعبين صناعة الأهداف في الدوري المصري. محمد الشيبي ظهير أيمن أكثر من رائع، محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي لمنتخب مصر حاليا. خط الدفاع أو أنظمة الدفاع سواء لاعب مرعي لاعب أسامة جلال أي حد بجوار أحمد سامي بيعملوا منظومة دفاعية كويسة جدا أمام أحمد الشناوي طبعا حارس المرمى. ثنائي وسط ملعب محترف ومميز جدا في الكره المصريه سواء وليد الكارتي او بلاتي توريب، نتكلم على 2 عاملين اضافه وشكل فني كبير لقلب وسط فريق بيراميدز. ونهايه والورقه الاهم والاكثر ومهاجم زي ما اشدنا باسامه ابو علي في النادي الاهلي، بنشيد بزياده كمان بفيستون مايلي المهاجم فريق بيراميدز وهداف الدوري المصري ب 13 هدف حتى الان، مهاجم وورقه هجوميه قويه جدا. وبالمناسبه كمان فخري لقاي في الفتره الاخيره تطور مستواه بشكل كبير جدا مع فريق بيراميدز وبقى يزيد هجوميا. اتخيل ان الاوراق دي بالمناسبه هيكون هو ده ايضا القوام الاساسي اللي بيلعب بيه بيراميدز في مباراه النهارده. ولا فريق شرس وفريق قوي وفريق يقدر يقدم لنا النهارده مباراه يعني هنسميها من كلاسيكيات الكره المصريه، وهنتفرج فعلا على قمه على صداره الدوري السنه. هنتفرج على قمه وكره ممتعه النهارده ان شاء الله ما بين بيراميدز والاهلي. توقعات حضرتك لماتش النهارده، مين اقرب لحسم المباراه؟ يعني السؤال ده طيب مفيش يعني مفيش مناص ان احنا نرد منه. لا مفيش مناص. لا مباراه 50 50 بكل 50 -50. بالمناسبه وهو مش رد دبلوماسي ابدا، هو فعلا مباراه 50 50. اقوى هجوم امام اقوى دفاع. يعني اعتقد خبرات الاهلي تخليه يعني ممكن، بس هو اقرب شويه، وخصوصا الفتره الاخيره مركز قوي على ان هو يرجع بطوله الدوري. لا يعني انا اعتقد ان حرص الفريقين ممكن كمان يقودهم للتعادل،
لو مش تعادل هيكون فوز الاهلي بفرق هدف واحد. جميل. طيب سؤالي الاخير بقى لحضرتك، المدير الفني لبيراميدز يوروشيتش، انت شايف الاضافه اللي هو يمكن اضافها لبيراميدز ايه؟ لا فرق كبير جدا زي ما قلت لك، وبالمناسبه هو اتطور على مستوى الاداء الفردي كمان للاعبين، تحديدا الثنائيه الهجوميه فخري لاكاي وفيستون مايلي اعتقد عامل فيها بشكل يعني كويس. يعني احنا جدا. التطور اللي شايفينه في الاداء ده هل نقدر ننسبه ليوروشيتش؟ انت مؤكد مش بس يعني ده هو الراجل زي ما قلت لك عامل منظومه دفاعيه وبيطور الاداء الفردي كمان للاعبين، عامل جبهه يمين رائعه جدا الشيبي قدامه مصطفى فتحي. لا منظومه بيراميدز الفتره الاخيره اكثر من رائعه، وبالمناسبه واضح ان هو راجل مش باصص على نتائج مؤقته، يعني حتى في كل المؤتمرات الصحفيه لما كانوا بيسالوه بيقول لهم ان الضغط هيبقى اكتر على الاهلي، الضغط النفسي والضغط المعنوي هيكون اكتر على النادي الاهلي، ان احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه بنركز قوي على بطوله الدوري. فواضح كمان ان هو حاطط هدف قدامه، مش بس بيبص على ان هو حقق 14 فوز متتالي فخلاص انا حققت الانجاز الاهم او الابرز، لا ده هو واضح ان هو مركز قوي على بطوله الدوري السنه. اشكرك طبعا النقد الرياضي عبد الحميد فراج، ويعني متحمسين ان احنا نتفرج على مباراه بقى ممتعه جدا وكوره حلوه بقى لنا فتره كده يا محمد بنتفرج على اليورو. عينينا خدت على اليورو بالظبط، والنهارده بقى هنشوف كده كوره حلوه تاني ان شاء الله. طبعا شاء الله. ماتش مهم جدا ما بين الاهلي وبيراميدز وكوره ممتعه، وماتش زي ما قال الاستاذ عبد الحميد قمه، يعني هي قمه قبل القمه الاخيره لدوري انديه الدوري المصري.